ولما دخلوا لهون لعنا وعم يسألوا على بيت الخوري، شباب هيك البسمة على وجهن، الضحكة على وجهن، أول ما دخلوا لهون وقعدوا، قعدنا هون أول شيء، بتحسي كأنه بتعرفيهم من زمان، كأنه بيعرفونا من زمان، كأنه في وحدة حال من زمان، بيتأمنوا وبيأمنوا. أول شيء جابوا البوريد حطوهن على الكنبايات جوا، سلاح كان معهم، إيه فوتوه لجوا حطوهن على الكنبايات، وتغدينا أنا وتحدثنا. واحد منهم مثل ما قلت لك خاطب، قول لهم الله يحميكم لهالشباب، ترجعوا لي عند أهلكم بالسلامة. بس بعد ما دريت انه واحد منهم استشهد. انه هالدم اللي صار وقدمه من فضل الله هلا نحن عايشين بامان، هذا نتيجه الدم اللي قدمه الشباب. وانا كمرأة مسيحيه شوف حالي فيه للسيد حسن نصر الله، بسبب حماني، حما عرضي، حما بناتي، انا ما تهجرنا، ما طلعنا. شوفي انت اشياء انتم يمكن تسمعوا، بس نحن شفنا، نحن حملنا عرضنا. اكثر شيء كان بيزعج يعني بيحرقنا، يعني كل نقطه دم بتنزل من هالشهداء، من حزب، من شهداء حزب الله حصرا، بتحرقنا، لانه عم يستشهدوا على ارض مش ارضهم. بس اللي كان بيجمعهم الوفا، يعني انه هن كانوا اوفياء إلنا، يعني بيحبونا، يعني في شيء بيجبرهم غير المحبه إلنا. ونحن ما بننكر فضله لبعد الممات، لانه اللي عمله حزب الله مع اهل بلودان ومع المنطقه كلها وبسوريا كلها، لحتى عم السلام كلها بسوريا، هو من فضل حزب الله.